عفوا، وطبعا متابعين ايضا الاحداث، وما زلنا مستمرين في متابعه كافه الاحداث الخاصه بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزه. ينضم الينا مباشره من جامعه القدس الاستاذ في القانون الدولي دكتور منير نسيبه. دكتور منير، برحب بحضرتك، وطبعا يعني نتحدث الان عن معارك قانونيه دوليه لابد ان يتم خوضها حتى نستطيع ان يعني نقف هذا او نوقف هذا العدوان المستمر على قطاع غزه. بوجهه نظرك التعامل الامثل بعد مجريات محكمه العدل الدوليه يا دكتور؟ نعم، للاسف الشديد الاحتلال الاسرائيلي لم يلتزم بقرارات محكمه العدل الدوليه. نعم. المحكمه امرت هذا الاحتلال بان يعني يمتنع عن ارتكاب الاباده الجماعيه، يتوقف عن قتل الشعب الفلسطيني بهذا الشكل، بأن يعني بمجموعة من القرارات تشمل أيضا إدخال المساعدات الإنسانية والخدمات الإنسانية إلى قطاع غزة بالشكل الذي يحتاجه أهلنا السكان المدنيين في قطاع غزة. ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يرتكب المجازر بشكل يومي حتى هذه اللحظة، ولا يزال يسعى بشكل مستمر إلى منع إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجها في شمال وجنوب قطاع غزة. وهذا الأمر يعني هو بالتأكيد انتهاك للقرارات. قبل يومين جنوب أفريقيا تقدمت بطلب جديد مستعجل للمحكمة، تطلب من المحكمة أن تصدر أمراً يلزم الاحتلال الإسرائيلي بعدم تنفيذ يعني العملية العسكرية التي يخططها في رفح. بالتأكيد إنما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي من تهجير واسع لأهلنا في رفح، وهي الآن تضم جميع سكان رفح بالإضافة إلى الكثير من النازحين الذين نزحوا قصرا عن بيوتهم في من شمال ووسط قطاع غزة، ووصلوا إلى رفح ببناء على توجيهات الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال نفسه. الآن هو بعد أن عصرهم إلى آخر منطقة في قطاع غزة إلى أقصى الجنوب، الاحتلال الإسرائيلي يرغب بتنفيذ عملية واسعة في رفح. يعني من المهم النظر أيضا إلى أن الاحتلال خلال هذه الأشهر دمر وحرق المنازل لأهل قطاع غزة من الشمال والوسط. يعني هو في كل مكان دخله هو يعني كان يتأكد من أنه لا يوجد مكان يعود له النازحون إذا أرادوا العودة، فهو يخلق ظروفا إنسانية صعبة، هو يخلق كارثة مصنوعة ومدبرة تدبيرا دقيقا ليجعل الحياة في قطاع غزة للسكان الفلسطينيين مستحيلة. هذا الأمر يعني دفع جنوب أفريقيا للقيام قبل يومين بهذا التدخل الجديد، وأيضا دفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالأمس بأن يصدر بيانا يقول فيه بأن اعتزام الاحتلال الإسرائيلي على أن يدخل إلى رفح عسكريا يشكل أيضا يعني خطورة كبيرة ستدفعه إلى التدخل. طبعا كريم خان يستطيع توجيه لوائح اتهام وأوامر اعتقال بحق المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يصدر عنه أي شيء، على الرغم من وجود الكثير من المعلومات. اتهمه المجتمع المدني الفلسطيني بالتحيز للاحتلال الإسرائيلي وبالتردد والتثاقل في القيام بواجبه وهو توجيه لوائح الاتهام كما يجب. ولكن أعتقد أن كريم خان في موقف محرج الآن. محكمة العدل الدولية، وهي يعني محكمة أخرى، محكمة العدل الدولية قالت بأنه هنالك احتمال ومعقولية للإدعاء الجنوب أفريقي بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الإبادة الجماعية،
هذا طبعا يعني أمر خطير، وصمت محكمة الجنايات الدولية التي لها ولاية قضائية على أراضي دولة فلسطين بما في ذلك قطاع غزة، هذا الصمت ليس مبررا. بالتالي يحتاج هذا المدعي العام بأن يتحرك، بأن يثبت بأنه يقوم بواجبه، بأن يثبت بأن هذه المحكمة هي محكمة عادلة وأنها تعمل بناء على يعني بناء على ما يقتضيه واجبها وليس بناء على مصالح دول معينة في العالم. نعم. رأينا كيف أنه وجه لائحة اتهام ومذكرة اعتقال بحق بوتين رئيس روسيا، ولكنه حتى هذه اللحظة لا يزال يتثاقل في أداء واجبه تجاه يعني المجرمين من الاحتلال الإسرائيلي. طبعا أعتقد أن هذا في نهاية المطاف يجب أن يتغير، وأن المساعي القانونية لطلب جزء من العدل سيتحقق، وأن جنوب أفريقيا نجحت بأن تكسر جدار الإفلات من العقاب الذي كانت الاحتلال الإسرائيلي والدول الغربية قد شيدته لتحصين هذا الاحتلال من المحاسبة. أعتقد أن أيام التحصين من المحاسبة انتهت، وأن العدالة الدولية ستتقدم ولم تتقهقر مجددا. أنا أعلم بأن الناس بشكل عام يتشائمون من العدالة الدولية لأنها لم تنصفنا حتى هذه اللحظة، وهذا حقيقي، ولأن القانون الدولي ليس له أسنان يستطيع من خلالها فعلا أن يطبق بشكل متساوي على جميع الدول وجميع المجرمين، هذا حقيقي أيضا. يعني القانون الدولي لم يصل إلى مرحلة من التطور بحيث أن يكون له القدرة على معاملة كل الدول بشكل متساوي، ولكن مع النضال الذي تقوده مجموعة من الدول على رأسها جنوب أفريقيا صراحة في النضال القانوني، هذا الأمر فعلا سيحدث تغييرا. وكلما عملت الدول بشكل أنشط لمساندة هذا العمل والنشاط القانوني، كلما أصبح الإفلات من العقاب أصعب. لهذا نحن دائما ندعو جميع الدول في العالم بأن تنضم إلى جنوب أفريقيا في الدعوة في محكمة العدل الدولية، بأن ترسل لمحكمة الجنايات الدولية إحالات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبالتأكيد جريمة الإبادة الجماعية، لتحفيز هذه المحكمة على التحرك بالاتجاه الصحيح، وأيضا يعني مناقشة موضوع العدالة الدولية على المستوى الدولي مع الدول الأخرى ذات العلاقة، وبالحشد وبالتحديد الحشد في الجنوب العالمي على فكرة وليس في الشمال، يعني دول أوروبا والولايات المتحدة وكندا أعتقد أن الأمل منها بمساندة للعدالة بدون تمييز منعدم في هذه اللحظة، تقريبا منعدم أو قليل على الأقل. بالتالي لا ننتظر من هذه الدول بأن تنصفنا، نسعى بشكل حثيث للتحرك مع الجنوب العالمي، مع إفريقيا، مع آسيا، مع أمريكا اللاتينية لتحقيق العدل من خلال الوسائل الدبلوماسية ووسائل السلمية لحل النزاعات وعلى رأسها المحاكم الدولية. طيب دكتور منير، يعني الأونروا يعني الآن هي محط أنظار إسرائيل وتجد مهاجمة دولية بشكل أو بآخر، وتحذر الأونروا إذا ما فكرت إسرائيل وخططت ودبرت ونفذت الاقتحامات الجديدة لرفح ستكون بمثابة الكارثة الجديدة ومجزرة جديدة تضاف إلى سجل المجازر التي ارتكبتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي. تحديدا السؤال من شقين يا دكتور، لماذا إسرائيل تضع الأونروا نصب أعينها بشكل أو بآخر، والمهاجمات والدعوات لحل الأونروا، وكذلك عن ما تخطط له إسرائيل من جديد لاقتحام رفح من الجانب الفلسطيني؟
حسيب واستاذ القانون الدولي بجامعه القدس. وبالطبع مشاهدينا الكرام دائما تغطيتنا مستمره حول الاوضاع في فلسطين وقطاع غزه المحاصر الذي اصبح مدمرا تماما. وبالطبع يعني هناك مشكلات ومعوقات حقيقيه مع تخطيط اسرائيل ومحاوله تنفيذها بشكل او باخر لاقتحام رفح، وهذا يعد بمثابه كارثه انسانيه وكارثه جديده تضاف الى سجل الكوارث والمجازر التي ترتكبها اسرائيل في شتى انحاء فلسطين، وبالتحديد بالطبع النصيب الاكبر او التركيز الان ينصب تحديدا على منطقه رفح من الجانب الفلسطيني. هذا علينا من جديد دكتور منير نسيبة. سؤال الأخير لحضرتك يا دكتور بعد عودتك لنا، لماذا الأونروا تحاول إسرائيل مهاجمتها بشكل كبير ودعوات لحل الأونروا خلال هذه الفترة تحديدا؟ يعني نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يريد القضاء على الأونروا. الأونروا موجودة منذ نكبة فلسطين، هي دائما تذكرنا بنكبة فلسطين، هي ترعى اللاجئين الذين هجروا قسرا من ديارهم في الحرب، حرب عام 48، وترعاهم وتساندهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم. يعني الأونروا فعلا في يوم من الأيام يجب أن تحل، ولكن ليس الآن وقت حل الأونروا، هو يوم عودة اللاجئين إلى ديارهم وفتح باب العودة إلى ديارهم في فلسطين التاريخية. هذا ما يجب أن يكون. ولكن الاحتلال الإسرائيلي طبعا هو ينظر إلى القضية على أنها قضية أعداد سكان، هو ينظر إلى أن العودة اللاجئين ستخل بالميزان الديموغرافي، والدولة اليهودية لن تستمر لأن تكون يهودية، هذا ما يخشوه، وبالتالي هم يريد يعني ينكرون حق العودة إنكارا كاملا، ويرون بأن، وهذا منذ سنوات على فكرة ليس جديدا، يرون بأنه يجب حل الأونروا. نذكر ربما في العام 2018 بأن دونالد ترامب الذي عمل على يعني تصفية القضية الفلسطينية من كل مركباتها عمل على تصفية الأونروا أيضا، وكان أول رئيس أمريكي يوقف الدعم المالي للأونروا. الآن يستغل الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو يستغلون الفرصة، فرصة يعني الحرب والعدوان، وفرصة القدرة على الكيل بالتهم لمنظمة الأونروا بشكل يعني مستمر، من حتى تحقيق الهدف الذي يسعون إليه من خلال يعني تقليل الأموال التي تصل إلى الأونروا. الهدف هو تفكيك الأونروا، وفعلا الاحتلال الإسرائيلي أيضا قرر بإغلاق مكاتب الأونروا في القدس، وهذا خطير جدا، وخلص قرر الاحتلال بأن يحارب هذه الوكالة الأممية التي ترعى اللاجئين الفلسطينيين، أولا لإنهاء فكرة وجود لاجئ فلسطيني بداية، والادعاء بأن هؤلاء اللاجئين ليسوا بلاجئين، والانتهاء من فكرة العودة، وثانيا زيادة في الأزمة الإنسانية الخانقة التي خلقها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال هذه الحرب. الأونروا هي أهم من يقدم ويسهل داخل قطاع غزة توزيع المساعدات الإنسانية. الأونروا لديها بنية تحتية من مركبات، شاحنات مثلا، ومخازن ضخمة في جميع أنحاء القطاع، والخبرة العملية منذ عام 48 حتى اليوم، والأونروا تعمل على إغاثة أهلنا في قطاع غزة وفي أماكن أخرى. هي تدير المدارس وتدير الكثير من النشاطات الإغاثية، وهي تعرف الناس والناس يعرفونها، بالتالي هي يعني صاحبة اليد الطولة داخل قطاع غزة في القدرة على التوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية. ولهذا السبب فعلا يعمل الاحتلال الإسرائيلي على أيضا القضاء عليها، هو يريد
إتمام الإبادة الجماعية، يريد أن يكون القطاع مكان غير صالح للحياة البشرية. هنالك طبعا نشاط كبير داخل الاحتلال الإسرائيلي بين أحزابه المتطرفة واليمينية بالرغبة بإعادة استعمار قطاع غزة، إعادة يعني فتح وبناء مستعمرات يهودية في قطاع غزة، وبالتالي يعني تقليص الأرض على أهلنا في قطاع غزة بالحجم الأكبر، وأيضا بشكرك شكرا يا دكتور. الحياة على أهلنا في قطاع غزة. شكرا جزيلا دكتور منير النسيبة أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس، محدثنا من القدس أيضا، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المتابعة. نخرج لفاصل قصير ومن بعده نتابع موجز الأخبار مع الزميل أحمد أنور ونبدأ حوارنا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.